خلينا نشوف التوزيع. التوزيع كالآتي: 19 14 8 6 4 4. جاهزين للسؤال؟ أنا جاهز. جاهز ابن مجيد؟ جاهز. جاهز. جاهز فهد؟ جاهز. يلا السؤال يقول: منصات التواصل الاجتماعي يا الناشطين الأكثر كسبا من الإعلانات. حلو حلو. عندكم 6 منصات. شو السؤال ده؟ سؤال. والله والله سؤال. ما أبغى أصدمكم إن شاء الله. في ظاهرة سهل، في باطن هالموضوع. في باطن الموضوع. نشوف تعرفون. إيه هو صدق، هو فعلا كذا. خلينا نشوف المنصات. وهذه منصات عالمية، منصات التواصل الاجتماعي الآتية هي الأعلى كسبا من الإعلانات. الإجابة الأولى: باين دانس، تينسنت، ميتا، سناب شات، الحمد لله بعد نعرفه، ألفابت، ألفابت، سينا ويبو، و معاكم 60 ثانية. وين حق هذول كلهم ما نعرفهم؟ والله عاد شكوى اخويانا اخويانا تويتر اكس الحين ما على الاقل فيس يوتيوب سناب يوتيوب ولا واحده فيهم الا سناب. في واحد اسمه الفا الفابت الفابت هذا رقم 2 يا عمر. يلا معاكم 60 ثانية شمعوا وقرروا. انا رشح الفابت. احنا كذا كيفكم؟ واتي عبد المجيد الثاني. وشو الثاني؟ اعطوني بس ترتيب يا شباب. الترتيب: اول واحد احمد غش شرف الخصوم، بايت دانس، الثاني تينسنت، ميتا، سناب شات، والفابت، سينا ويبو. كم باقي؟ باقي 12 ثانيه. ها الرجال رسى على الفابت. يلا الفابت. طيب اكتب تويتر يا ولد، اطلع من تويتر. خلص 5 4 3 2 الاول 1. يلا اعطوني الاجابات. يلا عبد المجيد يا طويل العمر. الاول ايش يا رجال؟ قلها الفابت. الاول الثاني وش الثاني؟ ارمع يا رجال ارمع. ميتا ميتا. والثالث رقم 2 والله ما ادري اسمه. رقم 2 وش هو؟ تنسيت يا رجال. تنسيت تنسيت ما ادري ايش اسمه. طيب وما اختاروا سناب، يعني رغم هذا كله ما اختاروا سناب. جديد بالاعلانات. بغيت ارمع بس اشوف لك البيست. لانه سناب هو الاكثر مبيعا. من اللي اختار تنسيت؟ رامي من غير رامي؟ انا. ليش كذا قدحت فيها ولا عارف الاجابه؟ لا والله لا لا عندي رمعات طيبه دايم. ولا هو طول عمرك عنده ما شاء الله، هو صاحب يعني برمجه وكذا وعارف. لا انت ندمت على الفابت؟ لا والله ندمت على شيء اكبر يعني. انا حسيت عرفت عرفت من النظره اللي قلت له رح. طيب خلينا نشوف روما ميتا برضو. خلينا نشوف ميتا. ميتا اعطت الفريق الاحمر حجك يا سلام في الاولى. ما باقي نادم ولا هم اختاروا الثانيه؟ الثانيه هي الاولى. ميتا ها الاولى كم هي؟ خلاص 19 هي الاولى. انتم اخذتوا 55. والله فالأولى 19. كم التوتل؟ الآن 19 من 55. نشوف الأولى صح يعني جيبنا الأولى نفسها. إيه الأولى نفسها. روح. طيب باقي الفابت اللي اختارها عمر بن هذال. 4 4. الفابت أعطت الفريق الأحمر كم؟ 8. هي الثالثة. حلو حلو. باقي لكم تنسيت يا الثانية وتكونوا جبتوا الثلاثة الأوائل كذا أنتوا توب. يا يا الخامسة السادسة الله أعلم. 4 3 4. فأنا أتمنى من تحت 5 تاخذ الرابعة. باقي لهم 4 4 وواحدة فيها 6. إيه لا وباقي له بعد واحدة. لا مو بستة، في أكثر من 6. في أكثر من 6. طيب خلنا نشوف التنسيت أعطت الفريق الأحمر 6. اللي قلتها أنا هي الرابعة. حلو حلو حلو. هذا اللي اختاره فهد. احنا أخذنا 4 4 والثالثة. أنا دعيت أن 6. إيه بقول لكم الترتيب: ميتا، بايت دانس هي الثانية، بعدين الفابت، بعدين تنسيت، بعدين سناب شات قبل الأخيرة، بعدين سينا ويبو. والله سناب شات آخر شيء. إيه والله سناب شات بعيد مرة.